في الحقيقة سنة طيبة الاحتفال اليوم في باجة ذكرى 1 فبراير 1938، ذكرى الشهداء وذكرى الجهاد من أجل برلمان حر مستقل من أجل السياد وحرية الشعب التونسي، والأهم أنه قال احتفال بشهداء باجة وبمناضلات باجة كحركة رمزية، لكن الأهم من الاحتفال هو التذكير بأنه ما وصلنا له اليوم من بناء دولة مستقلة حرة ومسترجاع الشعب التونسي لسيادته وحرية قراره، ومن بناء ديمقراطية ومن خوض معركة تنمية حركة عرض بناء تونس على أسس صحيحة باش يتمتع كل تونسي كاملة، يتمسى بحقه في التنمية، حقه في الشغل، حقه في العمل، حقه في البنية الأساسية، حقه في العلاج، حقه في التعليم. راهو ما جاش بلاش، راهو الثمن نتاعو كان دماء شهداء، ولازم نستحضروا انه تجربتنا وديمقراطيتنا وما كسبنا لحقنا بعد الثورة المباركة مهدة من الداخل ومهدة من الخارج. لازمنا نقولوا، وما معركة بن قردان الأخيرة إلا أكبر دليل على هذا. يلزم التوانسة الكل يسروا على دفاع البلاد، لازم التوانسة الكل يكونوا صف واحد، لازم التوانسة الكل يكونوا كلمة واحدة، لازم التوانسة الكل يكونوا على قلب رجل واحد. بالوحدة نجم نحمي بلادنا، وبالوحدة نجم نحمي اللي حقوها أجدادنا واللي حقوها أبانا واللي حقوه أخوتنا بصدورهم العارية من العسكريين والأمنيين. استحضر أنه الثمن كان غالي برشا، وأن اللحظة نعيشوها ما جاش هكذا، ما جاتناش هدية من حد، وأنه واجبنا حماية الأمانة اللي تسلمت لنا، واجبنا حماية والوفاء لما الشهداء، وأن اللي يخون بلاده ويبيع بلاده ويكمل باش تمس ولو حبة رمل واحدة من بلاده ما ينجم يكون إلا خاين. وحاشا لأهالي باجة وحاشا التوانسة أن يكون فيهم من يقبل بأنه يتقيد في قائمة الخونة واحدة. نحن إن شاء الله كل الصعوبات قادرين على تحديها مع بعضنا، والإرهاب لن يقدر على حتى شيء، وبلادنا وشعبنا وجيشنا وأمننا قادر باش ينتصر عليه. شوية ثقة في ربي وشوية ثقة في النفس، تونس معطاء والتوانسة حق المعجزات، والمعجزة الجاية إن شاء الله هي تحقيق التنمية، وأن كل التوانسة يعيشوا رؤوس مرفوعة، يعيشوا كرماء في بلادهم، لا فيهم لا مظلوم لا محروم لا مظالم إن شاء الله.